اتظلم الكلام اللي اتقال عليه ده بعد ما اقتله في لندن الغامض؟ لا انا ما اعرفش الحقيقه، لان هو كان شخص غامض، فبالتالي ما كانش حد ممكن يفكر ان هو يدور ورا اشرف مروان بيعمل ايه. اشرف مروان كان له علاقات بشركات انتاج الاسلحه كلها، ده طبعا كان في صالح مصر. لكن هل ده كان له فايدة خاصة عنده؟ يا راجل بهذه الأهمية ويقتل بهذه الطريقة الغامضة ولا يتم الاهتمام بها، مش محل أسئلة كتيرة؟ ومش غريبة إن هو يعمل مذكراته؟ صح. تنفعش؟ هو حد بهذه الأهمية يعمل مذكراته؟ عملها مع كاتب يهودي وينشرها في أمريكا. كاتب يهودي وينشرها في أمريكا، صح. اتاخدت المذكرات واختفى اشرف مروان. نفس مذكرات سعاد حسني اللي عاوزه تعملها. نفس القصه. وجاي عايزني اكتب كتاب. هنا يا فندم مش هتروح لندن. لا يا عم، لا هنا ولا بره. ولا وسعاد حسني في نفس العماره اللي في لندن وبنفس الطريقه الالقاء ونفس المذكرات. ربنا يستر يا فندم. ربنا يستر. لا ما تعملش يا فندم مذكرات. ما فيش. ما اعرفهمش.